والله يا موت، انا شفت امبارح حته بيت صاروخ ساكنه في العماره اللي قدامنا. معاها حد؟ انت مالك انت بقول موت؟ حاضر يا عم، انت هتضربني ولا ايه؟ كمله. في حد معاها في البيت؟ والله ما انت بتقلدني اهو. مش عاوز هزار. انت يلا اختها الصغيره، وده هتتعرف عليها ازاي؟ ودي تفوتني. عملت ايه؟ اتعرفت عليها وراح اودي اختها الدرس النهارده. هتروح الساعه كام؟ هو المفروض ساعة وهروح، هعدي عليها عشان اخد البت اوديها الدرس. بس سيب لنا الطلعة دي. وليه ما يكونش انا؟ ازاي يا جدعان؟ انا اللي اتكلمت معاها وانا اللي هروح. ما اسمعش صوت، انا قلت انا اللي هروح يعني انا اللي هروح. ايه رأيكم؟ اللي انت شايفه كبير. موافق، بس انا امبارح مقابلها كده، تاني يوم هبقى كده ازاي؟ لما انت هتديني هدومك، قوم يا حلو يلا عشان نغير. شاط البت ابن اللذينة. اتفرج على اخوك وهو طالع مسخرة. ايه ده كبير، والله ما عرفتك. انا مش عارف الواد ده اهطل ولا ايه. لابس لي قميص عامل ازاي على بنطلون متقفز في ايه يا ابني؟ لو مش عاجبك اروح انا. اقعد انا بدل ما اجيلك. انا هنزل ابوك لو اجى وسال على ميدو وهو ما يعرفش ان احنا مبدلين، وقلت له احنا مبدلين وحياه كتاب الله ما اقولك الا هيحصل. سلام. البت اتشقطت يا لذيذ. اتشقطت ايه؟ انا اللي جايبها وانا اللي هتجوزها. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك يا بابا. ازيك يا موتة؟ ولا يا موتة وانا مش بكلمك؟ هو انا بكلم نفسي ولا ايه؟ الواد حصل له ايه؟ شكله تعبان ولا حاجة. امال فين ميدو مش ظاهر؟ هو كان بيقول انا رايح العب كورة. كورة تاني؟ هو الواد ده مش لسه فك الجبس؟ هنعمل ايه بقى في دماغه؟ بقول لك يا عسل، انا هدخلك بيتنا اعرفك على اخواتي، وبعد كده ابقى اروح. تمام؟ تمام. يلا. كنت فين يالا ومين اللي معاك دي؟ وانا مش بكلمك يالا؟ خلاص فهمت، شكله تعبان يا بابا. ادخل جوه يا ميدو جوه. هو البيت كله تعبان النهارده ولا ايه؟ اقلع هدوم ابوك هيكشفنا. انت اتاخرت ليه يا عم؟ اقلع اخلص. ازيك يا عسل؟ الله يسلمك. انت منين؟ نيره هنا؟ ايه يا حاج، انت ما تعرفش نيره ولا ايه؟ بنت عم احمد اللي ساكن في العماره اللي قدامنا، ابوها كان مكلمني عشان اوديها الدرس. طب ما انت بتتكلم اهو، امال كنت عامل فيها اخرس ليه؟ ما خدتش بالي، كنت بفكر في موضوع. ازيك يا معلم، ليك وحشه والله. العيال دي كانت بتستعبط ولا ايه؟ ازيك يا عسل، ده اخويا وده اخويا وده ابويا. وانا كنت جاي مع مين؟ كنت جاي مع مين؟ اللي هو ازاي يعني؟ ما انا افهمك مروان. حاضر، تعال يا نيره. قومي روحي لمروان. روح. اخبارك يا نيرة؟ الحمد لله. واخبار اختي؟ الحمد لله. طيب بكلمها عني، انا اسمي مروان، فرقه ثالثه، كليه علوم. ان شاء الله لما اخلص عندي حلم كبير وامل كبير. ايه هو؟ ان انا اتجوز اختي. زي ما قلت لك كده بالظبط، ابوها بروح الشغل والبنت قاعده في البيت لوحدها، فقلت يا موتة لما تعمل حسن، انت عمرك ما عملت حسن، اعمل حسن لله، فجبتها تقعد معانا شويه. هقوم انا بقى. مروان قوم اطلع بره عشان عايز اقعد مع نيره شويه. حاضر. سلام يا نيره. سلام. بص بقى يا عسل، انا اللي وديتك الدرس النهارده، بس كنت لابس لبس اخويا اللي واقف بره ده. انا عارف انك مش فاهم حاجه، هبسطها لك. انا موتى، اللي واقف بره ده ميدو اللي قبلك امبارح. دلوقتي انت لما تروحي لاختك هتعرفيها ان اللي قابلني النهارده موتى، اللي قبلك امبارح ده ميدو اهطل على فكره. الواد ده عارفه ان هو اهطل. تمام؟ تمام. يلا بقى عشان تروح. ولا ميدو، خد نيره وصلها. انت كنت قاعد معاها بتقول لها يلا؟ انا ما اتكلمتش خالص. بجد؟ اه والله. خلاص تمام. نيرة اتفضلي، في حد معاكي؟ لا، عايزة اقول لك على حاجة يا ميدو. نعم. امبارح وانا نايمة جنب اختي كل شوية تقول لي ميدو 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 عسل ميدو سكر وعايزة اتقابلك. انت بتتكلمي جد؟ اه والله. فين وامتى؟ ورا العمارة بتاعتنا في اراضي زراعية هناك بعد ساعتين. ماشي، اسكت اسكت عشان مروان جاي. ايه ده نيرة موجودة؟ ازيك يا نيرة؟ بقول لك يا ميدو قوم اعمل شاي. حاضر. الله يسلمك. قلت لاختك؟
قلت لها ايه؟ بص مفيش حاجه على لسانها غير موتة 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 موتة، وطالبه تقابلك امتى؟ ورا العباره بتاعتنا في اراضي زراعيه هناك بعد ساعتين. خلصان. فين بقى مروان عشان اسلم عليها قبل ما امشي؟ في الاوضه. تمام. ازيك يا مروان؟ نيره الله يسلمك. قلت لاختك؟ فرحانه قوي وعايزه اتقابلك. امتى وفين؟ بعد ساعتين ورا العماره بتاعتنا. قشطه. راح فين يالا؟ انا راح العب كوره. راح تلعب كوره بالهدوم دي وبترش برفان كمان؟ هي طالبه كده. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ راح فين يا مروان؟ انا راح اذاكر مع صحابي. تذاكر ايه يا ابني؟ الدراسه مش وقفت؟ ما احنا بنذاكر عشان لو فتحت. سلام. ربنا يشفيك. وانت كمان رايح فين؟ انا بقالي فتره ما روحتش الجيم، جسمي قل. هتعوز حاجه؟ لا لا، العيال دي شكلها اتجننت. عينا ليلى انا شفت واحد مغيس متيس وما فيش راجع مني. انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ وعشان دايما متكيف بيمشي في الشتا مصيف وبيلبس تقيل في الصيف. تعملوا ايه هنا؟ ده احنا اتغفلنا بقى على كده. يعني ايه يا كبير؟ اتسوحنا؟ شكلها كده حلو. وبعدين مش انت اللي قلت اختها ومش اختها وجبت لنا البيت؟ البس. انا شارب ثلاثة ستيلا ويجي ثمانية كمان اي دي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي.